أخبار الظاهرة تأتيكم عبر قناة الحياة الجزائرية. السلام عليكم. بداية، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لبيان السياسة العامة أمام نواب البرلمان اليوم على حق الشعب في التجمهر السلمي الذي يكفله الدستور، مشددا على النداءات التي تأتي من جهات مجهولة والتي اعتبرها نداءات سلمية، محذرا مما سينتج عنها مستقبلا، وكذا الانزلاقات التي يمكن أن يزج بالشعب فيها كإشارة لدعوة تلاميذ المدارس إلى التجمهر يوم أمس الأحد خلال مسيرة العاصمة. التصريحات تتابعونها مع عصام بوجمعة ورميسة مكسان. فخرج عدد معتبر من المواطنين خاصة يوم الجمعة الفارطة في مسيرات في العديد من مدن البلاد، ونذكر هنا أن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون، والحمد لله كانت هذه المسيرة كلها سلمية، إلا أنه في نفس الوقت نناشد الجميع ومجتمعنا خاصة إلى اليقظة لسببين عن الأقل. السبب الأول هو أن هذه النداءات تأتي من مصادر مجهولة، فقد آتت إلى حد الآن بنداءات إلى مسيرات سلمية، وقد تأتي غدا بنداءات ذات طابع آخر. والسبب الثاني الذي يجعلنا نناشد المواطنين إلى اليقظة هو التخوف من انزلاقات خطيرة، ولقد شاهدنا بالأمس عينة صغيرة من إمكانية الانزلاق بمناشدة التلاميذ للدخول كذلك في مسيرات. من جهة أخرى، عاد الوزير الأول أحمد أويحيى للتأكيد على تمسك السلطة بخيار الاستمرارية، داعيا المطالبين بالتغيير إلى اليقظة، موضحا في السياق ذاته بأن الانتخابات الرئاسية ستتم في وقتها المحدد. ونؤكد أن هذه الانتخابات ستجري في أقل من شهرين، وستكون مناسبة لشعبنا الأبي أن يختار بكل حرية وبكل سيادة. فنقول للجميع من حق أي مكان الدفاع على أي مترشح يريد الدفاع عنه، ومن حق أي مكان اعتراض أي مترشح يريد اعتراض ترشحه، إلا أنه يبقى الفصل في الصناديق بطريقة سلمية وبطريقة متحضرة. ويحيى اعتبر الندوة الوطنية التي يدعو إليها الرئيس كل أطياف الشعب من أحزاب وجمعيات ومنظمات وممثلين عن المجتمع المدني سابقة في تاريخ الجزائر الحديثة، وإنجاز جديد يحسب ضمن إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أن رئيس الجمهورية أعلن إذا كان موضوع تزكية الشعب على عزمه بتنظيم ندوة وطنية للإجماع لا سابقة لها في تاريخ الجزائر، ندوة مفتوحة للجميع، ندوة مفتوحة على مناقشة كل ما يراد مناقشته باستثناء الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري للدولة. فهذه الندوة باب مفتوحة على الجميع من سياسيين وتنظيمات اجتماعية واقتصادية وكذا ممثلين الشباب، لكي يأتوا بما يريدون الأتاء به لصنع التغيير في البلاد، حتى من خلال اقتراح تعديل دستوري قد يكون جذري. في السياق ذاته، حذر النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية الأخضر بن خلاف على هامش عرض بيان السياسة العامة اليوم من طرف الوزير الأول، حذر السلطة من كل عنف يمكن أن تستعمله ضد المتظاهرين، مؤكدا تأييدهم لكل حراك سياسي سلمي. معه وقد حذرنا كذلك السلطة من كل اعتداء على المواطنين، وما نتمناه أن يتجدد هذا الحراك السياسي بطرق سلمية لرفض هذه العهدة يعني الخامسة الذي يريد البعض أن يفرضها على الشعب الجزائري. ولكن المواطنين اليوم عرفوا بأن هذه العهدة لا تقدم يعني مصلحة البلاد، ومن ثم على العقلاء اليوم أن يتدخلوا لتوقيف هذه المهزلة قبل فوات الأوان.
هذا. ومن جانب آخر كشف بن خلاف أن المعارضة ستلتقي في الأيام القادمة لتناقش هذا الحراك السياسي وتناقش الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة، ليس لاختيار مرشح توافقي ولكن لاتخاذ موقف فيما تراه المعارضة مناسبا يخدم مصلحة البلاد والعباد. ما زالت في اجتماعات، وفي الاجتماع الأخير نظرا للظروف والمستجدات المتعلقة بالحراك السياسي، المعارضة عندما اجتمعت أعطت الأولوية للحراك السياسي وساندته، والمعارضة ستلتقي في الأيام القادمة لكذلك تناقش يعني هذا الحراك السياسي وتناقش الأمر الذي التقت من أجله، وهو الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة. الموقف ليس فقط يعني المرشح التوافقي، ولكن كل موقف تراه المعارضة مناسبا يخدم مصلحة البلاد والعباد. سياسيا، دائما من أجل جمع التوقيعات لاستمارات الترشح بالبويرة، التقى المترشح غاني مهدي بمساندته بساحة الحواس، أين ألقى خطابا أوضح فيه أهم نقاط برنامجه الرئاسي. وفي تصريح لقناة الحياة أكد غاني مهدي أنه أول من أعلن نيته للترشح ويعتمد كثيرا على طاقم الشباب بالجزائر، والعدالة هي مفتاح أو إصلاح البلاد. التصريح في ميكروفون محمد فرقاني. القلب النابض لمشروعنا هو هذا الشباب اللي راك تشوف فيه، وهذا الطلبه اللي راكم تشوف فيهم. لماذا؟ لاننا ندرك جيدا انه لن يكون تغييرا في بلدنا، وهذه الطاقه الجباره المتمثله في 70% من المجتمع الجزائري. النقطه المهمه كذلك عدا هذه الطاقه هو القانون والعداله. نحن نجزم ونزعم أن عندما يسود القانون في بلادنا، القانون الذي يكون فوق الجميع حتى وإن كان هذا الجميع رئيس الدولة، سوف يسود العدل وسوف يأخذ كل ذي حق حقه. لماذا؟ لأن الجميع يرى بأن توزيع الثروات في بلادنا توزيع غير عادل، ولا أحد من المواطنين أخذ حقه القانوني والعادل منذ الاستقلال ليومنا هذا. أوضح بيان من المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن 1866 حادث مرور تم تسجيلهم على المستوى الوطني خلال شهر جانفي من السنة الحالية، بينهم 242 حالة وفاة وإصابة أكثر من 2400 بجروح. وأوضح البيان ذاته أن المركز سجل انخفاضا في عدد الحوادث ب 4.01% وارتفاع في عدد الوفيات ب 0.83% وانخفاض في عدد الجرحى ب 6.11%. أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم في بيان له أنه تم تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم بسعر قدره 56,500 دينار جزائرية لهذه السنة. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تكلفة الحج لهذه السنة ستعرف ارتفاعا نسبيا راجعا لارتفاع أسعار النقل في البقاع المقدسة. في موضوع آخر، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي الحاج حمود مصطفى أن كمية اللقاح التي وصلتهم من قبل وزارة الفلاحة والمقدرة بخمس ملايين لقاح غير كافية للمواشي التابعة لهم والمقدرة بثمانين وعشرين مليون رأس في انتظار تنفيذ وعود الوزارة الوصية بتكملة وصول اللقاح. إكرام بطاشة. لا زال اللغط متواصلا فيما يخص وصول اللقاحات للحد من مرض طاعون المشترات الصغيرة والحمى القلاعية عبر العديد من ولايات ربوع الوطن. ليؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي باستقرار الوضع في الآونة الأخيرة حسبها. ليخرج ويؤكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي الحاج حمود مصطفى من جهته أن كمية اللقاح التي وصلتهم من قبل وزارة الفلاحة والمقدرة بخمس ملايين لقاح غير كافية للمواشي التابعة لهم والمقدرة بثمان وعشرون مليون رأس. الكمية معروفة جاء خمس ملايين التلقيح، جاء خمس ملايين واحد الدوان تاع خمس تلقيح تاع خمس ملايين راس، وحنا عندنا زوج عندنا 28 مليون. الكمية ما ماهيش كافية، معروفة يعرفها العام والخاص، هذه مبروك منها. وحنا راهم وعدونا باش تلحق 16 ميل وتجي 21 مليون، ورانا ننتظر مازال ما لحقتش.
الاسواق اذا كان الاسواق مازال مغلوقه راه يضرر المربي ويضرر المستهلك، في اثنين يضروا. اذا نقص اللقاح على غرار الاسواق التي لا تزال مغلقه والتي تضر المربي بالدرجه الاولى والمستهلك بالدرجه الثانيه، اضرار من شانها رفع اسعار اللحوم في رمضان المقبل والاعياد. في أحوال الطقس، من المتوقع أن تشهد الولايات الشرقية بداية من أمسية اليوم اضطرابات جوية مرفوقة بهواء بارد وأمطار، أحيانا تكون غزيرة ثم تمتد حتى تصل إلى المدن الوسطى ليلة اليوم وتكون أقل حدة مقارنة بالوسطى. أما المدن الغربية فستكون الأجواء فيها غائمة ولكن دون فعالية، بينما الولايات الجنوبية سيستمر فيها هبوب رياح قوية تفوق 50 كيلومترا في الساعة مع تشكل زوابع رملية إضافة إلى ثلوج ستتهاطل على المرتفعات الشرقية وخاصة الداخلية والتي تجاوز علوها 1200 متر. دوليا الآن، عرفت الانتخابات الرئاسية في السنغال التي جرت يوم أمس إقبالا واسعا من طرف المنتخبين، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 51% وتنافس فيها 5 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهي ولايته ماكي سال والذي يسعى إلى ولاية ثانية. ومن المقرر أن تعرف النتائج النهائية لهذه الانتخابات بعد أيام قليلة. دوليا، دائما اجتمع المعارض فنزويلي خوان غوايدو وحلفائه من مجموعة ليما اليوم في بوغوتا، ينضم إليهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بهدف تحديد الإجراءات التي يريدون اتخاذها لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على مغادرة السلطة. ودعا غوايدو الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس بالوكالة إلى دراسة كل الاحتمالات ضد مادورو والموجود في السلطة منذ عام 2013 والذي يعتبر معارضوه أن إعادة انتخابه احتيال. هذا وكان قد أعلنت الرئاسة الكولومبية مساء أمس في بيان أن هدف هذا الاجتماع هو اعتماد إعلان يسهم في استكمال خلق ظروف تؤدي إلى الحرية والديمقراطية في فنزويلا. يصل إلى فيتنام مساء غد الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عشية قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي ستعقد هناك. وأفادت وزارة الخارجية الفيتنامية بأن ترامب سيجري صباح الأربعاء لقاء مع نظيره الفيتنامي نيغوين فو تشونغ، كما من المتوقع أن تجري القمة الثانية بين ترامب وكيم جونغ أون في فيتنام يومي الأربعاء والخميس القادمين. إلى أخبار الرياضة الآن، أجلت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباراة دفاع تجنانت وشباب الوزداد في إطار تسوية رزنامة الجولة 19 من المحترف الأول موبيليسا إلى إشعار آخر بعدما كان مقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء، في حين أخرت الرابطة مباراة الجولة 23 بين اتحاد الجزائر ونادي بارادو في المحترف الأول السبت بدلا عن الجمعة، ومباراتي اتحاد بسكرة وشبيبة سكيكدا جمعية وهران وسري غليزان إلى يوم 2 من شهر مارس القادم بعدما كان من المقرر إجراء يوم الجمعة الفاتح من شهر مارس. انهزم فريق نصر حسين داي أمام غور ماهيا الكيني بثنائية كاملة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ليتجمد الرصيد النصرية عند النقطة الرابعة في المركز الثاني، في حين سيلتقي الفريقين يوم 3 من شهر مارس القادم بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. رياضيا دائما، قاد الدولي الجزائري ولاعب فريق ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي فريقه للفوز على حساب البلد الوليد بنتيجة هدف دون رد لحساب الجولة 25 من الليغا الإسبانية، وسجل مدافع الخضر الهدف الوحيد بمقصية جميلة رفعت من رصيد أصحاب الزي الأخضر والأبيض ل 36 نقطة في المركز السابع. في الرياضة الدولية، أحرز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كأس الرابطة الإنجليزية عقب فوزه أمام تشيلسي بركلات الترشيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، لينجح المدرب بيب غوارديولا في تحقيق أول لقب له هذا الموسم رفقة السيتي سينس. ختام نشرة أخبار الظهيرة، شكرا لوفائكم، السلام عليكم.